بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه وقفة من الوقفات التاريخية خصوها اليوم نور الدين الأطاسي، وفي هذا الجو البارد والحمد لله عادت الأمطار والثلوج. احنا قلنا يعني برك باللي الأمطار الأولى والثلوج الأولى، لكن الحمد لله الأسبوع الماضي يعني وقع زلزال كبير في سوريا وتركيا، وسارعت الجزائر بكسر الحصار على سوريا بقانون قيصر عن طريق جسر جوي للقوات المسلحة الجزائرية، وأعطت المجال للدول الأخرى. وقلت أنا في بعض الكتابات باللي علاقات الجزائرية السورية علاقات يعني عريقة، وتكلمت على يعني رئيس من رؤساء سوريا اللي كان يعني متطوع في الثورة التحريرية، وسألني أحدهم من هو هذا الرئيس، قلت له نور الدين الأطاسي اللي كتبت عليه أنا يعني مقال يعود لعشر سنوات، يعني مقال بالفرنسية. أولا العلاقات الجزائرية السورية ترجع يعني للدولة الأموية، ثم الدولة الفاطمية اللي انتقلت من الجزائر وراحت للشرق، وكانوا يعني الكتاميين يعني حتى في دمشق، ووالي يعني الشام كان من الشرق الجزائري، يعني كان من الكتامي. كذلك في جميع يعني المراحل التاريخية يعني ظهر هذه العلاقات التاريخية، وخاصة عندما يعني عزل ونفي الأمير عبد القادر إلى الشام، وكانت عنده يعني دور سياسي ويعني اجتماعي وديني في الشام، يعني في سوريا في لبنان في فلسطين وربما حتى في الأردن. وفي الثورة التحريرية تطوعوا عدة أطباء وجاءوا للجزائر، من بينهم أحد وزراء الخارجية، وهذا نور الدين الأطاسي اللي حكم بين 66 و70، وعندما وقع الانقلاب العسكري اللي نظمه حزب البعث العربي الاشتراكي في 70 سجن، وراحت المنظمة الوطنية للمجاهدين برئاسة الأمين العام علي كافي، يعني اللي أصبح فيما بعد على رأس المجلس الأعلى للدولة، راح للأسد وقال له باللي هذا لازم تطلقوه لأنه مناضل جزائري، ويعني أطلق سراحه وجاء للجزائر حتى توفت الجزائر، وسمي عليه يعني مستشفى مايو بالدكتور نور الدين الأطاسي. هذه عينة برك للعلاقات التاريخية بين الجزائر وسوريا، وإحنا به نواكبوا يعني الأحداث، وخاصة هذه المصيبة ولا الحدث الجلل اللي ضرب إخواننا في سوريا وتركيا، ونترحموا على جميع يعني الموتى والشهداء، ونتمنوا كذلك يعني الشفاء للجرحى، وخاصة سوريا الجريحة اللي يعني راهي محاصرة ظلما وبهتانا. لماذا؟ لأن علاقتها مع دولة الكيان الصهيوني هي علاقة قطيعة وعلاقة دعم المقاومة، ما كاش شيء آخر، لا حقوق الإنسان لا ديمقراطية ولا هم يحزنون. وإلى وقفة من الوقفات التاريخية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.